وحاكمده همومتا وحيابها كوي ماذا همي إيو مرقدة كتي ماذا أما ولاع كوي ماذا إيو والولكا مصائبت الدنيا ده أو أن قف بن آذر أنو كبد باذكر إلهي ما نويد سنة سبحانه وتعالى إنو نقبد باذي والإيمان بالله والعمل الصالح إن إلهي سنة ورميصه عمل صالح على الله تبارك مرك إلهي سنة ورميصه الأولي هاي معناه ضمها إن هذا الإله ربي صنعه لكن إيمانك هو الدرجات سيدا كفرك بالدرجات ويه إيمانك مؤمنين تسكبال كما جوغان وزيادة وانا النقصامة إمام البخاري وحب بابيه صحيح إيسا باب أن الإيمان ينقص ويزيد كان وحب بابيه هاي إيمانك إنو النقصامة إنو زيادة ووحا أهل السنة إكاد وينهين فرق كلا وإكاد يهين وما قعدريهين نمك إذا خوارجتي مرجئته ويمحي من سيه الإيمان جزء لا يتجزأ إيمانك وهل قيب ومكرته إذا ثبت بعضه ثبت كله مرجئته كوا كرن محي ليه إيمانك وهل قيب ومكرته إذا ذهب بعضه ذهب كله هذه قيب إيمانك يكبر كل جسوا وذا تغيا مركا إيمانك يعملك صالحة وحي كان ينقفك إني جبري يا كبتان كسميا من قديسي ولا عيس طيب علم القرآن كليا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قفك عمل صالحا لي ماذا لبئي ندك بذو هذا استغوا ولبا إيمان له استغوا هي إيمان له علماء ذلك كهال الله أيام شروط قبولك عملك لبا الله شرديا إخلاص إنو إياه متابعة إنو ليه أنت محوه ليه قفك الله إيمانه هي عملك كر إنو مؤمية بالقدر طيب وهو مؤمن هدو عملك صالحة ولي بإخلاص أوكي هاي ورك قد يرى يو وحوي إيشاك نبيه صلوات الله وسلامه عليه لكن نبيه أصل الرمى سنة النبي اللي عملك بالله أقبله يعني لا ما لم أقبله مرك قفك النوع عاصو السدح لا شربي أوف صدى محل لقيه لهي وهلايا فلنحيينه حياة طيبة مرك وحياة دي مروقة لقى قهدي مرك كلما مروقة يكسوف وتسارته حاضر بها انت هاي إيمانك إيا عملك السارحة وحيامها قوية رابي عائشة محل هذا هاي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة النبي قل مرك أرنو أي كورتي ماذا أي مرجسه صلاة أدف دك جري صلوات الله وسلامه عليه الله بركاتكو أفرتكو سجود كل يرى وهل مجر طيب أن وحاوير النبي صلى الله وسلم عليه وإيمانك إنه داوو يهي همي إيو حزنك هو دليل عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وفك مؤمن كهلا يابله أمر كي سعبا وود خير إن قف سدا سو كرأنا مجرم مؤمن كم أوجي حديه فرح لك المواء شكرية وخير بين نقطة حديه لباته لك المؤية وحدة حالات أدقنا ودل قاتا ينا خير بين نقطة سدا درت متاجر دائما مع الله بكجرة قضب كلا ما دوام محي إنه قف كفرحه وحا أسوى حسلي أجر كوين لماذا كلما أدبات لك لانتو دبات هذا سوى الامتحان كلما أدف لك لانتنا دفت سوى امتحان لابد امتحان جوابك هربا رسول كل الله صلوات الله وسلامه عليه مرك إنه كفرح سام باردو امتحامنا وإنك قدباه وفقوا إلى هذا الحمد لله طيب وحير ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ما أصيب قفك مسلم كأه دال يمرغو يهمي يولول ولا أذن ولا غم إلا هديه وحوي أصيبان حتى شوكة يشاكها قد أحد المدين سبع الله كدوا إلا كفر الله بها من خطاياه إلا هديه يتاسو دعضه إلهي قففك سأيو كل أفاب الله صلى الله وسلم عليه مركة لباتني ويتمت لكن الله نقصب رياه معنى هذا روام حيث دنبقى اللي يقبر برنيا أرنت أيضا إنه كفرحه وحي كيليسا إن محل إلى ذا همي وكيرا وحاكروا همي علاج معرفة حقيقة الدنيا الدنيا ذا حقيقة ذا قفك إنه أغال إياشا فالدنيا كان لغمتها لقل إنه قرر حيثا
ودار لو قلت لك إن إسر الركت وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم لك ويوم عليك النبي كيما صلوات الله وسلامه عليه معركة اللي قوشة بين أيه هذا هو حقيبة جوكتا حقيب قوشة كانت الله يا كو قري مياذا قل دمين إن يعني لو امتحان قيب وحيكتها إيمان كان غير كبقاسيه اللي تجابيه أما بس خلط أبقشو دان كتو بتكين اللي قاعدة تفتري طيب مركا انت محاوه ليا أدونك كان انت أجوكتت لو ميت بطقطة قف لو بهاي هاي ومعنى اللي جوغة قرنيسا قف هي معنى اللي جوغة إن النقطت أما قف ولا يسكوا ولا قرنيسا دون إن النقطت مركا قفك مركا أدونك دافيو أيضا لنبا لغاك حيصان دوناي وحو نقول يا مستريح ومستراح منه هذا مركا كيف تأس ويدي هكف كير محي مشاكل كر وي قبطي لكن وابا لغو قادر كرايا هدين لغو قاتو طلو ما لغو درسان دونا مثل والغا ريسان دونا هذا مر ريسان دونتا مثل أدو كدوش الله يدونتا حدات كر ريسة أدو يدا ومش الله يدونت حداتوش الله يدنا أدو كيما كوفي عناوية معنه مركا وانا تي وصيف السير النبي قوله صلوات الله وسلامه عليه مستريح الحوية العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله هذا كان مؤمن كان وحو كان نستا دالك الدنيا دي نبك هذا وحونا كن نستا إله رحمة ديسة والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواء هذا كان بخاري قولي إمام مسلم كان فاجر كامية وحا كان نستا وكان راحيستا الدوام هذا يدلك يجيدها يه وحو وحلا يراهدو إن حيوانك أيها كان صاحي مركا أدوك سوق يوم ملأ قلبك أفراد واللوجود ويا علاجك وحنا قنيا وحنا قنيا هموم تأدوك يغموم تأدو وحي كلا تكسيان نفطة سدا أودت أديبو إن هذا النقرن كل نفتي سوق كلا تجله غم أدونك صامري ويؤمن ولد أدونك كنه وحكوي بعض النوشة ولا الآخرة خير وفرق عليه شملة وحقوا العلده ير ولا يكرق يبرب الله غرفته ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له الدنيا رغمته ما ضه إلا وحي الله قدره المؤمن في سورة إسراء إله بحلي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء كما لمن نريد قفك الدولية مدن دقدقيس إنه وحكهره وحن ودد جنا عدي أن دونه وحي أن دونه ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا جهنم أيوب قال استقوا أن لعيسى أقول ذا الرئيس يقول لي سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن مر لبعض من رسل قريش وهو مؤمن وشجع إيمانك إنه شرطية قبولك عملك قفك آخر الرادية إلا ضد بضم آخر الدونة هي جرة وسعى لها سعيها صعد كأي مضم تهينا أسعد وهو مؤمن ومؤمنة فأولئك كان سعيه مشهورا كوا صعد كذا ولا مهدي أدو أدون كجوا قهدي ما هنق إلهي وكاجي بعد كواحد قالوا بير هذا إلهي وكم ما هنقي عدا ما هنقي سلم الشيء لكن محل الشيء سدوا ذي كم هتسيء أدوني آخر مركا وقفك ودرين صدوا هموم تأدونك إلي تهي وحقفك كالفر لليا همي سهمي آخر وكالليا همي آخر مركو يولك جاره أدو يدو يدو أردي سيء مانيسا أو سنسوه سنطلبي أطيبادو ويكاها اللان أرنتن همي يولا وعا وحانا لغوشيغا حانو ندلي هذا الاكتكاب محانكونا الاكتئاب أي لغوشيغا اكتئاب كاسو ووحا هدئو يقانان ديبرشنك وحنون أي كشجع حنون نضع عصر جاء إنه يهاي وأدون كأفاق لي صعودن كفافة وح كلف إياه كعرض وبقول كي بس ديت الزيادة إنك بدن إني كلي نكوس إحدى المسكين هذا الله فوق العزة ما ضد كبر واقده يسته وأدون كم معمول إياه ح كلف إني هدى دوايا قلبي جو أما الروح ذو ربي من حق سكتي من سجل دكسته حدير ربي اللي قد يريه بباته أميرا هو من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
marka intuu san gaarin aakhira inuu ku indha beero adduunka ciriirigiisa loo keenayo marka waa inuu helaa xaaladaas wuxuu kaga baxay sida darteed nisbada intixaarka way sii kordhaysaa marka Yurub la joogo nisbada wallahu almusta'aan dadka nolosha ka dhacaya oo shalay iyagoo fiicnaa maanta noqonaya drop outka way sii badanaysaa nisbada shalay toole fiyoobida lagu tirinayay oo berritoole la ictibaarinayo inay howlgab yihiin ayagoon da'di gaarin waa ay badanaysaa talo maxaa keenaya xanuunka isaga ah oo hadday u bixiyeen igtiaafka ayaa keenaya oo cilaajadiisa aynu soo marna xanuunka noocaasa marka waa la wadaagaayo gaal iyo muslimba waa ay wada qabaan inkiraadiisu sax ma aha dadba inkiro depressionka kuma dhaco qof muslimo warkaa waxba kama jiro inta gaal ku dhacaysa waa kugu dhici karta adigana limaada ma jira daliil sheegaya xanuun hebel kuma dhaco muslimiinta suuryaqana ma xanuunkaasuna waa waaqic waana yaalla weliba dadyowga uu ku dhaco qayb waxaa ka abaa la yidhi dadka dalalkooda ay ka jiraan dagaalada xasilooni darada dadka qaba mashaakilaadka caa'iliga ah dadka dhibaatooyinka nololeed ee adag soo mara intaasoo dhan annagay nagu dhex wareegeysanahay xanuunkaa marka soomaaliya markii lagu cabiray soomaalidu waxay tidhahdaa waa buufis soomaalida maqal buufiska xiga buufis muqabaa baa lagu leeyahay si kale marka loo yidhaahdo waxaa la dhihi karaa waa waalida dhaqanta wey ninkii waa labisan yahay xaas baa u jooga caruur buu dhalay laakiin waa waalayahay qacw ma garata reerkii waa cadaaban yihiin ilmihii waa cadaaban yihiin isagi waa cadaaban yahay masaajidkii waa lagu cadaaban yahay mushkila lama fahmahayo midi midi ku taa reer cunu joogo maqla jirteen maanta iyo berri wuxuu diyaar u yahay inta masaajidkaa joogta qof qof inuu la murmo inuu la dagaalamo tiisa kale inuu socodsiiyo xanuunada noocaas oo kale ah marka waxay u baahan yihiin cilmi ahaan in loo daraaseeyo waa xanuun jira